بقى طبعا الكلام ده مش صحيح، انها انسانة عايشة في المثلية. حتى لو كان كده، مش انا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص. هو انا لما باجي اقابل اي انسان مسؤول لازم اعرف الهيستوري بتاعه. وهي لما جت تزورنا هنا، هي جت زارتنا، ردت الزيارة كان زوجها وياها. زوجها كاهن في الكنيسة هناك، وزي ما بقول لك هي مسميات إدارية فقط. مظبوط. طلعوا عليها حكايات كبيرة خالص. طب يعني إيه المطلوب إن أنا أعمله؟ لا يعني المطلوب ان سيادتك طب توضح لهم. وضحت الأمر ده مرات ومرات. في اصرار؟ في إصرار. انت سيادتك، إصرار بالكذب. انت سيادتك حصرت كم كذبة لحد دلوقتي في الثمان سنين، في جردة الثمان سنين؟ خليها أقولها لك بيني وبينك. كتير. بيني وبينك طب خليني اذهب وقيس على كده حاجات كتيرة. ده أنا لما أقابل أي رئيس كنيسة كيف ما يكون شكله؟ لما أزور كنيسته، لما يعمل احتفال ليا في الكنيسة بتاعته، لما يدعوني إن أنا أقول كلمة، ما ده فخر للكنيسة بتاعتنا، وحضور مصري وحضور قبطي. ولنا الحق، احنا ولنا عندنا الحق طبعا. كنيسه زي سيادتك، تعبير تقيله ده مهم قوي على فكره. يعني التعبير ده جامع شامل، يعني الكنيسه ذات ثقل طبعا ووزن عالمي. طبعا كنيستنا المؤاخذه يعني مش زي الكنائس اللي لسه طالعه في المقدر جديد. كنيستنا كنيسه تقيله، كنيسه زي كالجبل. لا، وكنيسه وطن ومين وراها وطن. مين هيغير في الكنيسه؟ يعني عشان اقابل سين ولا صاد هيتغير حاجه في كنيستي؟ يعني التعبير نفسه مش اتهامات، هي اتهامات بحسن نية، بسوء نية، وسوء النية ربما يتوفر. طب خلينا بقى في حسن النية. الناس دي بتحسن الظن بقداستك ولديها خشية أو حرص على الموروث أو حرص على الطقس أو حرص على الديانة، وشايف أن الحاجات دي كلها ممكن تعمل إشكاليات، تقول لهم ايه؟ دول حبايبك في الاخير. اقول اي انسان عايز يعرف حاجه، يستفسر عن حاجه، صدقني وبامانه امام الله انا مستعد اقعد وياه واشرح له اللي هو عايز يعرفه. طيب ما خل ما ما ما, ما ورثته انت، ورثت عن البابا شنوده الكنيسه بكل تفاصيلها. عندما يتهمك شخص ما خلال 8 سنوات ان قداستك فرطت، هل ده بيزعجك بيألمك؟ اصل ما حصلش بالظبط. انا صرحت اكتر من مره انا تلميذ في مدرسه البابا شنوده. طب وهل هل انا ده دخلت الجامعه اولى جامعه مع اختيار البابا شنوده لغايه اختياري بطريرك، يعني من 71 لغايه 2012، ال 40 سنه دول انا عايشهم وبتعلم من ابونا البطرك البابا شنوده، سواء كنت شماس، سواء كنت راهب، سواء كنت كاهن، سواء كنت اسقف، كل ده. هل هم يريدونك نسخه؟ البعض كده، البعض كده عايز نسخه، وانا ما بعرفش امثل. طب ما البابا شنوده ما كانش نسخه من بكرولوس. هم حرين، بس ما كانش في بقى الميديا. احيانا الميديا والسوشيال ميديا بالذات احيانا تبقى مسعوره، وده تعبير شديد، لكن احيانا تبقى كده عقوره مسعوره. مظبوط. يعني احطها بقى تحت اي مسميات اخرى. انا ما اعرفش امثل، انا ليا شخصيتي. 8 سنوات راضي؟ انا راضي على طول، صحيح، دي من قلبي. لا، انا ارضى في جميع الاحوال، كل الأحوال المرة والحلوة، لأن أنا أؤمن بالآية اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، وأنا إنسان بحب ربنا. 8 سنوات في كنيسة، الكنيسة المصرية بملام التاريخ، ما اللبنة اللي أضفتها؟ أضفت إيه في 8 سنين؟ نورت كم شمعة؟ قول لي، وقول لكل اللي حتى